السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أختكم فاتن فاتن. غنقدم لكم واحد الطبق ديال الحوت، الحوت الطون. ها نتوما معايا، تنديرو الثوم، 4 الفصوص ديال الثوم، 2 ديال البصلات، 2 ديال المطيشات، مطيشة ديال الحك، تحميرة معلقة صغيرة، معلقة صغيرة ديال الكمون، معلقة صغيرة ديال الملح على حسب الذوق، مطيشة ديال الحك راني قلتها، واحد راس ديال المعلقه الصغيره ديال السوداني، الفلافل بالالوان صفراء وحمراء وخضراء، الحامض مرقد، القزبور، الزيت البلديه وروميه، كاس العنبه مخلط، الكروفيت. وهانتوما معايا، تبعوا معايا مرحله بمرحله، تجي الطاجين ديال الحوت تجي زويون. وهادشي اللي كاين، نتمنى نكون خفيفه على القلوب ديالكم، وما تنساونيش بواحد البصمه فضل الله يسع امرا، وتبعوا معايا. وهاد الطاجين تيجي زويون، تنديرو انا في اللاطه ديال الفران وتيجي زويون، وتبعوا معايا. المهم انا درت لكم التقديم، دابا غنبدا معاكم، غنبدا هانتوما غنطحن القزبور والثومه في الطحانه. وعفوا قبيله، راه البزار قصاد البزار، ما قول نسيت ما هذا. نقلطو هاد التومة والربيع، تنديرو هنا، تنخليو هاد شوية الكروفيت أبار، تنديرو شوية ديال صوص سوجا، واحد المعلقة صغيرة، واحد معلقة كبيرة هنايا ديال الزيت مخلطة رومية، وهذا تنديرو التوابل هما كلهم. تبعوا معايا مرحله بمرحله، تجي الطاجين زوين، تجي زوين، تجي واعر وغزال. ها نتوما معايا، تنقبطوا هاد مطيشة هاد الحك والتوابل كلها، ها هي كلها. غنديرو الحامض بالقريفات مرقد، ها هو
معايا مرحلة بمرحلة. حامضة الصغيرين المرقدين تجي هاد الطبق غزال هانتوما قبطو نعمرو هنايا في الحوت الداخل والملح على حسب الذوق اي حاجه اللي مصيه الطرفي تيتعمر الداخل هانتوما معايا نجيبو الطبسيل ديال الفران كنحطو وحده هنا وحده هنايا راه واضح الشغل نتوما تنجيبو هاد الكروفيت عفوا كروفيت تنديروه هكا نشرملوه سويت الشرمل نزيدو له صوص السوجا تبقى بيا الطبق تيجي رائع أروعنا منه وزوين وخفيف ما فيه لا خزو خزو لا بطاطا لا غير بهذه الطريقه هذا تيجي زوين نتمنى تطلعوا الكولور ديالكم وشكرا على ديك التعليقات الزوينين بحالكم ها نتوما تنجيل لهنا ايوا هو دابا غنديروا في الفران على ما يطيب ان شاء الله تيجي غزال تيشحي هو راه مازال خضر هذا الشكل النهائي هذا الشكل النهائي ديالو البنات المشاهدين الكرام وتتقبطي الزيتون الزيتون الخضر بالعظم اللي مقطع نقدروا بالدجاج ولا اللحم تنديروه من الفوق ها نتوما معايا وتيجي طاجين رائع وجربوه وما تخلوش عليا بواحد اللايك بفضل ليس امرا وهانتوما ها الشكل النهائي ديالو مشاهدينا الكرام تيجي طبق رائع وبالصحة والراحة ونتمنى نكون خفيفة على القلوب ديالكم المشاهدين الكرام وهذا الشكل النهائي ديال الطبق اللي قدمت معاكم تنبوسكم بزاف على ديك التعاليق الزوينة وما تنساوناش بواحد البصمه فضلا ليس امرا معكم اختكم فاتن فاتن تنبوسكم بزاف وهلا يخطيكم عليا وبيكم نزيد القدام ان شاء الله وهلا يخطيكم وبالسلامه عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله سلامه